رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي باستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي نشر صوره لشهداء النادي الاهلي على تويتر وكتب كل التحيه والاجلال لذكراهم العطره وقد اصبحت ذكراهم جزء من تاريخ ومعالم النادي الاهلي، حفظ الله شبابنا من كل سوء. كمان نشر المهندس خالد مرتجي صوره لمجلس الاداره من احياء ذكرى الشهداء امبارح وكتب ستظل دائما في قلوبنا المجد للشهداء. كمان نشرت الدكتوره رانيا علواني صوره لرقم 72 على الفيسبوك وكتبت في القلب دائما لن ننساكم. نشر كمان محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي صوره من احياء النادي الاهلي لذكرى الشهداء وكتبت ذكرى السابعه في الجنه يا رب. كمان نشر احمد فتحي لاعب النادي الاهلي صوره على الانستجرام وكتب مفيش كلام هيقدر يوصف احساسي، اسوأ يوم مر في تاريخ الكره المصريه، كم تمنيت ان لم ياتي، رحم الله شهدائنا ودائما في قلبي ووسام على صدري. كمان نشر عمرو السولية على تويتر صوره وعلق في جنه الخلد لن ننساكم. نشر كمان احمد الشيخ صوره على تويتر وكتب رحم الله شهدائنا لن ننساكم. نشر احمد حمودي صوره على تويتر وكتب حتى لو اخذتكم الايام بعيدا ستبقوا حاضرين في قلوبنا وذاكرتنا، رحم الله رحمه واسعه. كمان صالح جمعة على تويتر كتب سيظلوا هم الرمز الأكبر شهداء النادي الأهلي في الجنة، ربنا يصبر دويهم ويعينهم على الفراق، الله يرحمهم ويحسن إليهم. كمان سعد سمير نشر صورة على تويتر وكتب ذكراهم في القلب لن ننساكم في جنة الخلد إن شاء الله. كمان وائل جمعة صخر الدفاع النادي الأهلي نشر صورة للشهداء على الانستجرام وكتب اللهم ارحم شهدائنا وارزق أهلهم الصبر والسروان. نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومصر المقصة الحالي صورة لشهداء النادي الأهلي على تويتر وكتب في الجنة يا شهيد. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل، بعد الفاصل هنرجع نستقبل الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهورية.